وكل جداً الصعوبات والتحديات اكيد احنا بنتكلم عنها. لا ماتش امبارح ماتش حلو يا حضرات وانتهى طبعا ايه يعني امبارح نقدر نسمي اللقاء ثلاثيه بثلاثيه، يعني ثلاث اهداف رائعين قدرنا نحصد من خلالهم ثلاث نقاط، وده طبعا كان الهدف الرئيسي والاساسي من خلال مواجهتنا مع بيراميدز. هي طبعا كالعاده مواجهه خاصه جدا وبالذات جماهيريا، يعني طبعا وفنيا مش محتاجين نتكلم، بس جماهيريا بصفه خاصه اللقاءات دي دايما بيبقى لها وضع لوحده كده. ولو هنتكلم تحديدا عن الجانب اللي يعني بيراميدز الحقيقه عامل يعني لو اتكلمنا عن الفنيات، بيراميدز من ناحيه عامل مشوار جيد جدا في الدوري وكمان في الكونفدراليه الافريقيه، ولغايه يعني لم يخسر اي مباراه في الدوري لحد مباراه الامس طبعا عشان يسجل اول هزيمه ليه في هذه المسابقه امام النادي الاهلي بثلاثيه افشه والسوليه ومحمد شريف. لكن هي في الاول وفي الاخر مباراه بثلاث نقاط، بقينا متصدرين المسابقة برصيد 28 نقطة من خوض 10 لقاءات، فزنا في 9 منهم وتعادلنا في ماتش واحد، يعني لم نخسر منذ انطلاق الموسم أي مباراة في الدوري. ويلينا في الترتيب بيراميدز برصيد 26 نقطة من خوض 11 مباراة، وبرضو لم يسجل أي خسارة حتى مباراة الأمس اللي كانت أول خسارة لي في المسابقة أو في هذه النسخة من المسابقة. مكسب طبعا مهم جدا قبل بقى ما كالعادة نقفل الصفحة المحلية على الأقل مؤقتا، ونستعد بقى لسان داونز اللي أصبح منافس تقليدي لينا في إفريقيا، وبإذن الله بإذن الله نقدر نحقق الفوز عليه يوم السبت اللي جاي. وأكيد إدارة موسيماني يعني للقاء هتحمل الكثير من المفاجآت، أو هكذا نتمنى. صحيح، اتفق معاك.